الدين والنبي صلينا، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. عسلمتكم، مرحبا بكم في داري مره اخرى بعد غيبه. وليت لكم نهار نهارين غيبه، نهار نهارين رجوع الدار. يا ربي وليك الحمد، ان شاء الله ديما مجموعين في الخير، ان شاء الله ديما فما هكا افراح وديما فما ايام زينه ولما سمحه. ان شاء الله ديما نتلموا في الخير وفي ساعه سعيده. فيديو جديد صديقاتي اليوم، كيما تعرفوا ما نخبي عليكم شيء، قالت لي خالتي، عندي خالتي هدتني هديه، علت لي برشا، مش كقيمتها معناتها الماديه، ولكن حستني هكا بحاجه كاني بنتها كل مره يثبتوني. وقالت لي فاطمه ما تصوريهاش. نجي نقول لكم خالتي قالت لي فاطمه ما تصوريش الكادو. قالت لي تمشيش تحطيه في اليوتيوب وتقولي خالتي جابت. قلت لها ما توصيش. اكيد باش نحطها لصديقاتي. المهم تعرفوني وين نروح، ما نروحش يديا فارغه، ربي دومها نعمه، ما نمشيش يديا فارغه وما نروحش يديا فارغه. هكاك تعودنا في عيلتنا في بلادنا سورتو، يعني من عاداتنا. مستحيل باش يدخل عليك واحد للدار باش يخرج ايدو فارغه، والا باش يدخل بيدو فارغه. يا ربي هكا نودوا بعضنا، راه مش طماع ولا حاجه، اما من المحبه تلقونا معناتها هكا نفكروا بعضنا بابسط الاشياء، راه ان شاء الله حتى طرف بخور، دبوزه كحل، قالب صابون، يعني ماهيش لازم هكا حاجه كبيره ولا غاليه. المهم صديقاتي اليوم باش نوريكم شنو جبت كالعاده، ما نخبي عليكم حتى شيء داخل الدار. سالتوني كلكم الساعه، نحب نشكركم على العرس، على تهنيتكم لينا بالعرس، على قلتوا لي رياض ان شاء الله ربي سهل له، ان شاء الله ربي يجيب لها القسم، وان شاء الله هذاك يوم السعد وكلكم مستدعين بحول الله. نهار اللي باش نفرح بخوي راني مانيش باش نخلي حد ما نقولش هيا بحثين، بقدره ربي، ربي قدرني وربي ان شاء الله يسهل له في قسم في رزق حلال، ونعملوا احلى فرحه ويطيحوا بنت الحلال اللي هكا تستهلا فيه هو طيب ياسر يذوق وقليل رب العالمين. ان شاء الله ربي يسهل كل مؤمن لوليداتكم لخيالكم. طولت عليكم المقدمه، برشا سالتوني علاش امي ما حضرتش، هو حتى رياض راه يحضر في الاخر مسكين، خاطرو يخدم مثلا كيما نهار الطبال خرجنا ل 10 نتاع الصباح، يعني نهار كتبان صداق ولد عمي خرجنا ل 10 نتاع الصباح، وقتها طنبك خدمه خويا، معناتها يمشي لاربعه يروح الماضي ساعتين، يخدم في قهوه كلكم تعرفوا، فمسكين حضر في اخر وقت. جاء وفرح ورقص، كان شفتوا اخر الفيديو نتاع الطبال، تو تشوفوا رياض خويا يرقص وعامل جو داخل من الخدمه ديريكت، داير بلبس مش لبس الخدمه، اما كمام يعني مش كل لبسه نتاع عرس ولا حاجه ولا كوستيم، ان شاء الله يلبسها في فرحه. المهم هذه حاجه، حاجه ثانيه ماما كلكم فاتن ويني امك، وعلاش امك ما حضرتش العرس ولد عمك، وشنو هو السبب؟ راهو سبب خارج على ارادتها وخارج حتى دليل خالتي حبت تحضر، وكل حبينا نتلموا حبينا نعملوا احلى جو، ولكن مع الاسف عندها ولد عمها الله يرحمه وينعمه توفى. داير حتى ناس سالتوني على الحنه ما حنيتش، هي خاطر يقول لك الحنه تقطع هكا من عاداتنا، معناتها كي توفى حد من العائله ما نحنوش، نقعدوا فتره ما نحنوش. هو مش باش يرجعوا راهو، ولكن يقول لك راهي الحنه من الحنانه وما نعرفشني حاسيلو عادات معتقدات، ولكن هو اللي مشى ما يرجعش. وبصراحه مادامهم اهلنا وناسنا يلزمنا نحترمو، يلزمنا نحترمو عاداتنا ويلزمنا نحترمو الناس الحيه، خاطر اللي مشى الله يرحمه. اما عرفتوا داريه في الحي يقولوا جبران الخاطر بهيك الحي، انا ريت معناتها برشا ناس تتاثر وقت يتوفى لها حد وعائلتها مثلا ما تحترمش هيك الحزن نتاعهم والكل، يتاثروا ويتوجعوا وتقعد نقطه كحله. الله يجيب لي قد كحل، يرحم جميع المؤمنين. رغم انه انا في عرس في موت بابا يرحمه وينعمه، عندي بنت خالتي قريب تعرس، كنت باري عرسي على روح وعملي عرسك والله يرحم بابا مش باش يرجع، كل واحد كيفاش يخمم. المهم هرهرت عليكم برشا، ايجو 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 ايجو, إيجو. يلا نبدو بالكادوات. الحصير البنات الساعة كي جت ماما المرة الأخرى بحذايا، جا نبدو باللوطة الساعة كي جت ماما المرة الأخرى بحذايا، قالت لي فاتن وعلاش تاخدي فيه من هنا وغالي وما نعرفش حصير،
جيت خذيته من البلاد هدايا، خذيته لي ماما من البلاد، وصلت لي عليه شكون. انا الحقيقه ناخذ فيه من هنا ب 10000، قديك خذيته ب 6500 حقيقه تاع ربي. فورس اكسبريس هذا اللي نعملوا الغاز، داير الغاز نتاعي مش نظيفه اعزكم الله، يعني تو باش نظفها. جبت معايا البرودوي هذايا وصولي عليه، كيف كيف هذايا، هذايا زاد خذيته، هذايا ريحه البخور البنات وصولي عليه. شفتوا حاجه، راهو باش نقول لكم راهو ما يهزوش عليا الفلوس، راهو كيفي انا زاد هنا راهو ما نهزوش على بعضنا الفلوس، يعني كي نودوا بعضنا نودوا بعضنا، يعفوكك الحاجه هذيك مثلا هو يحب يهديلك، ومثلا يعرف لي انت حاسك بك الحاجه ياخذها لك عباره على هدي. هذه زاد ريحتها بخور، هذه ريحتها تهبل، تعجبني برشا. بخور العود، ريحه العود هذه حسيب. جبت حاجه اخرى المره الاخرى، شفتوا يظهر لي ما نعرفش فصورته ولا لا، اللوز. اللوز البنات هذايا وقتها ماما تقشر لي فيه، خذت لي ماما واش وقتها فرشه سفساري هكا قديم ماما تعمل، وانا نقول لكم العول الحصيل. هذا هو اللوز جبته ومعايا سنين المره الاخرى، يعني بنقشرو ونقشرو وبعدين نعملوه عول، خاطر صومو البنات يعني 6000. كي تاخذي مثلا 3 كيلو 4 كيلو، حتى كي طيحولك كيلو ديجا انت رابحه، خاطر ديجا الكيلو ب 27 28 تعرفوني انا في الحكايه هذه في الحسابات هذوش انا مش حاحه كيك الدنيا، بعد لي كل شيء تزيد، اسكت وسط وسط وساكت برك. يا حناني مشيت لهون بريش نحكيكم فاز اول ليله شفت فيها لتونس، قال لي راجلي فاتنا جيبينا برتقال من الخضار، ما خلطتش على الخضار. تعديت المونوبي قلت طيب انا غدا ماشي المارشي باش نقضي، خلينا ناخذ كعبتين، انا مانيش باش ناكل الراجل. دخلت خديت كعبتين من برتقال وخديت العشاء من برا، حسيت وخديت طلعوا لي 760، جيت في الكيسه باش نخلص 760، يا اخي نقرا في 860، قلت لا يا 760، قال لي مو زادوا 100 على التيكي، يا ناري. ونخرج من تونس جمعه خرجت فيها، نخرج من تونس نلقى الزيادات ونلقى الحكايات. ربي تسترنا وربي قدر الخير، أرى نعيانا وقادمين. لو تعرفوا انا علاش قادم، تنهرت لي انا باش باش نبدا مشاريعي. ربي عطاه خير الحمد لله على كل حال، ديما نتفائلوا خير وربي يجري على الصلاح، وربي يحفظنا الناس الكل ولا تحرم بشر من رزق، وان شاء الله نرأفوا ببعضنا ونحسوا ببعضنا. به المره الاخرى شفتوا الكبوت، فات نخذ الكبوت، فات نخذ الكبوت، هذا جبتوا لي خالتي وقت وقت انا زعما صدق زعما ناخذه ولا لا ناخذه ولا لا، كلكم قلتوا لي فات نخذيه كبوت هذا ولبسته وعجبكم، نعرض نلبسه قلتوا لي ما تفهمتيش، كي روحت انا المره الاخرى نسيته ما جبتهش معايا، هاني توا جبته معايا متخمره هو البنات. اها شفتوه سميح هدرا فيه كشمير، هذا هو الكبوت صاي جبته صاي شعور تشوفوني بيه. هذا هو الكبوت هذا عند خالتي لطيفه، خالتي لطيفه قلتو لي لطيفه وين جت الخياط، لطيفه الخياطه جت في الفيلاش في الرديف، خالتي هذيك خيطت لكم كل شيء، جراري لبسه خياطه من البريمه كيما نقولوا احنا، خياطه من الخياطات الزنيات بكري كانت العباد تخيط، الناس كل تخيط عندها في العياد في الصيف، كنا حتى احنا ما نلقوا بلاصه عندها الا بسيدي سيدي معروفه هي في الرديف في الفيلاج موجود. باهي خل نوريكم حاجه اخرى، شوفوا بربي هذه البنات نهار المروح الكل قلتوا لي فاتن شبيكي ما بنتيش فاتن ما بنتيش، حصيلو هاي الكساوة خايفة تسالي خالتي نعرفش انا، روز بودري لونها حاجه هكا قماش اهي، ريتها ما لبستهاش مع الاسف، علاش على خاطرني انهارتها قلت لكم راهي رجلي معناتها مشيت حافيانه هكا في الكلوار، معرفش شنو عفست عفست على حجره ولا حاجه حسيلو مكركبه، قدمي هاك البلاصه حاشاكم اعزكم الله اللي توجع فيا شويتني شويه، فما قديتش نعمل حد شيء غير اني نهارده صورت لكم. ما هو اللون
هذه السنتور نتاعها، خلينا نوريها لكم اللي نعيشوا نقوله لكم راهو البنات. هذه هي، شفتوا اليدين نتاعها كيفاش، ومن هنا هي سروال، هي كومبينيزون، من هنا زادة مخدومة هكا معاها كي جب مسايب طويل. هو ما تبانش كان كي تلبس، هاو السروال ما تبان كان كي تلبس بيه. شنو اخ هنا دار خاتم مسكين، تعرفين نقولها دار فازلين حنا قدامي من قد ميوجع فيه. ساعات نبدا من بعد ما نعمل له الدواء تاع الطبيب ويني بوماد عطيها لي، ساعات نقول خلينا نعمل شويه فازلين نمسك بي. هذه هي للكرهبه، جايه تجي مسكينه تلحق لي فيهم، رغم ان هي معناتها اخذتهمني من عنده، نعطيها الصحه وفرحها بصغيراتها. هذه مراه، شوفوا كي قلت لكم راه ما نخرجوش يدينا فيها، هذه المراه اللي جبت لولدها الكادو نتاع عيد ميلادها، ربي يحفظه لها ويرحم ولدها الاول اللي توفى، ما قعدش برشا معناتها كيما نقولوا احنا صغير وقتها، مثلها بيبي الله يرحمه وينعمه. عاد هذايا كمشيت عيد ميلاده قلت لكم الكل ما خرجتنيش ايدي فارغه، سير جيست كي كونت. راهو شفتوا البنات راهي مش بنت هاي فات نتوري في قلب صابو، راهي انه واحد يكبر بيك، انه واحد تدخل داره ومي يفرح بيك باللي عنده. راهو مهم هذايا التاني نحبو برشا، مش انا معناتها لي انا راجي اخضر، وهذه قهوة، هذه قهوة، هذه من عند دلال القهوة. خالتي راهي حتى هي تستدعى القهوة على روز على برشا حاجات. المهم والبخور نتاعها اللي روح نقول لكم برا، خذوا البخور من كاينه من عند دلال، والله طياره يا البنات، الريحه اللي فيه النورمال. هذوما عطيتهم لي، عطيتهم لي قالت لي لا هزيهم واعطي لحبيباتك يا بنتي في طولك في عرضك. لا لا هزي هذوما باش نعطي منهم للسيده جارتي، باش نعطي للحمام، باش نعطي للحجام. شوف عندي حبيباتي راه هذايا مسك، هذايا نعملوه في معناتها للعرق اعزكم الله، فكي نحطوا منه يعطي ريحه سمحه ياسر، مزيل العرق هذايا، تعملها تهرسه تخلطه بشب وبرشا حاجات. هذايا الكحول ماما نمشي تعطيني الكحول لمولات الحمام، المراه معناتها مولات الحمام حبيبتي، وديما كي توصيني على بخور ولا كحول، وماما كي مشت معايا المره الاخرى ملي عرفتها تحبها كي نجي مروحه تعطيني تقول لي هزي المراه نتاع الحمام. هذايا البنات بسكوي، هذايا كيك مش بسكوي، هذايا كيك نحاسيلو معناتها عجبني انا غاديك لقيتهم ياكلوا منه. ها هو نحاسيلو، قلت لكم اي حاجه تعجبني الا نوريهولكم. بنين يا البنات، ياسمين الساعه عندها غرام بيه، عندها عمتها ديما اي حاجه هكا تفات في الصغار تخبيلها، تاخذ وتخبيه لو مجد تعرفوا البوتي. اهو هذا هو الكيك، غرام لي هاو الكيك روحت بيه. نحب كي يجيني حد لداري، نحب ديما داري فما فيه حاجات مونه نقول انا. هذا الكيك، هذه أعزكم الله خيش عجبتني كبيرة، خذيت منها قصيت عليها دلال خالتي، وهنا كيما تعرف كنت في العرس راه كنت في العرس. هذا هو شفتو هنا الزهرة مرت ولد عمي تعمل البكوكش والمحمصه والبيعات هذيك، ديجا حطيتهم في الكونجيلاتور خاطر ما يلزمش يقعدوا لبرا. تاخذ جبت المونه الماكله شويه شويه، هذه هي الملصوقه زادا كيف كيف، ملصوقه الملصوقه يا البنات، ان شاء الله ان شاء الله نقد لكم منها وتشوف. هذا يا البنات كبوت، اما زاد مش مخيط، وخالتي هنا تخيط، اما ما تخيطش العباد يعني تخيط كلي نحنا عندها ماكينه خياطه وكل. ها باش نوريهولكم، مازال ما تشدش يديه خاطر ما عادش وقت. هذايا هنا البنطلون، ها هو بدات وليدي ليل،
ديك خاطر حال دري خالتي راهي خياط مزير راهو هو مش كبوت ما نعرفش انا شي يسموه بلازير كبوت تعرف الكرويت هو طال هو نزلت لي يدير نتاعو هذا الخيط نتاعو خدمته مازال يخدم مازال مخرش بكله مازال مخرش بكله مازال شاطره هنا هذا فيه خدمه راني يعني جبت هالخاتي باش نخرنن عليه معروفه راني خرنان بي في الخياطه خرنان غنوريكم شنو اخر هذا ما اليدين نتاعه هما اليدين نتاعه مفصلين وحاضرين باش تحط منه ومنه يتخيطوا حاصيل شنو اخر انا قلت لكم كان الموعد نتاع العاده هذيك اللي نجيبها ديجا عرفتوها ما نحبش تكره هاو شوية فاحة وشوية تمر هاو شوية شربة هاو شوية هاو زيت انا منعملش كفاح دي رفل تأسي دي رمضان منعملش كي منحط حد شي في الكونجيلاتر منحبش نحط حد شي في الكونجيلاتر وتوا يا صديقاتي جيتكم الكادو خالتي شوف المرة الاخرى كي مشينا لقيت خالتي اللي هنا في تونس ماخذة ما حتى هي كانت قاعده مشيت تطل على لقيتها مخذة زوره في باليش انا شفت الزوره قلت لهم يا ما احلاها الزوره هذه تخرج حتى الدوني نتاعي حتى الدوني نتاعي في الجري حسيل قلت لهم يا ما احلاها الزوره يا اخي قالوا لي راهي تاع خالتك المهم هزتها هي وروحت بها سمعت بها اللي انا عجبتني نهارت البرحه الاولى شبي خماري مركعش اعوج الخمار استنوا قد قلت لكم البنات خالتي قلت يا محلاها قلت انا مشيت لدار في دار دلال هي مخدتها وقاعده غاديك كي مشيت قلت لها قلت لهم يا محلاها هذه الصورتي على بيت نومي انا الحصيل يا خالتي قالت سمعتي اللي انا عجبتني الزاورة هزتها روح بها جت بها لتونس وانا وقتها نزلت غاديك كي مشيت لها البارحة وانا مشيت بحذاها ما راعني الا جبدتها وهدتها لي وراس رسول الله كيما نحكي لكم قسما بالله العظيم قلت لي ما يجيني حد شيء لا تطفل فلوسها ولا تعوضي لي بها اول حاجه نقولها ان شاء الله يا ربي رجحوا لها في جهاز بناتها ربي قوي يساعدهم ربي يفرحهم يعني باروك هذه كيما الستيل الريدوات نتاعي والكل زوره تحفه تحفه ودتني به وده بالخير غطيها بستره المحبه اللي بيني انا وعائلتي مانيش بنت اختهم ولا بنت بنت خوهم ولا انا عباره اختهم عباره بنتهم وهذا اللي فرحني رغم انه راي المشاكل تصير العرق يصير كذا وربي بعد علينا بنات الحرام ولاد الحرام اللي يدخلوا بالنيه الخايبه في بالهم ينجموا مثلا يفرقوا في اي عائله تلقوا القيل والقال ما نعرفش شني لكن نحن محبتنا جداتي يرحمها وينعمها ربتنا على الحنان مستحيل نبعدوا على بعضنا في قال لك انا وخويا على ولد عمي وانا ولد عمي على البراني هذيك هي ففرحتني بالزورة هذه كبيره ما شاء الله ودافيه ورزينه ما احلاها مش رزينه معناتها كلمتينا راهي روعه 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 فرحت بها ما تصوروش قديش وانا جاي اخزر البنات شوف ونود بعضنا كل واحد فينا يود الاخر يتوها البنات راهي تهبل توا لونها حتى لونها مش ظاهر لكم لانه وكل قري المزيان اللي على لون بيت نومي انا يعني على لون بيت نومي انا تحفه 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 هو بلاستين يعطيها الصحه وربي يبارك لها وربي ينورها وراني فرحانه بها فرحانه بها صور ما تصوروش في بالكم قداش وانا ما نحبش الفروشات ما نحبش الجو هذا حسيلو فريمون مفرحيني ديما مشيخيني مخدينا بخاطري يعني معايا الباهي ربي يفرحهم وان شاء الله نرجعهم في الفرح هذاك علاش تقولي انا ديما فرحانه ديما نتمنى الخير نتمنى السعاده نتمنى كل حاجه باهي اهلي وناسي والناس اللي نعرفهم حتى اللي ما نعرفهمش الدنيا فانيه ما دام كان وجه ربي حتى حد مش يهزها معاه
جستك كالعادة كنروح لداري، نروح بكم معايا نوريكم شنو جبت معايا. حسيلو صديقاتي توا بقالي كنبش نقول لكم بسلامة الناس كلها، نشكر كل حد ودني يودى بالخير والهناء، وربي يفرحكم الناس كلها، ربي يطعمكم من رزقه الحلال، وفي امان الله وفي حفظ ربي ورعايته، ونتقابلوا ان شاء الله في فيديو جديد. ما تعدوش على خماري كما جاش صحيح. مش خماري هذه، خمار دلائل هاني جيت بيه. بسلامة الناس كلها.